يا اخوان تتذكروا لما قلنا فيديو تنقيب عن ورد الذهب مرتب وطلعنا الشجره ممتكتك هاي اللايقه المرتبه يزمي والوردات قال البيض تروح تدور على ذهب والمتكتكات بتضيع عمرك وتدور على ذهب ان شاء الله بدك تلاقي بس هذا ذهب شايف والله لايق شجره ثانيه معلم مرتبه طلع شلون كانه ورد عادي سبحان الله شوف هذا مرتب ولا مش مرتب؟ ما هو انت عاد احكم يعني ها مشان ما تقول ايش ابو احمد دوشنا وبيحكي كثير وببربر كثير وبثرثر كثير. اذا والله قاعد بقول لك الصمت في حرم الجمال جمال. داري انا مش مقتنع بهذا الحكي. اني بقول انه الجمال بيخليك تحكي مش بيخليك تسكت. بقولهم والصمت في حرم الجمال جمال لا يا زلمة والله لما أشوف شغلة لايقة بصير ثرثرني بتنفتح قريحتي وبزيد الحكي عندي شوف لي هالورقات اللايقات المرتبات هلو ورقات زملائنا بمروا خليهم يشوف أبو أحمد على حقيقته أبو أحمد لا يقاوم الجمال أنا بالدوام الآن وقاعد بعمل إيش جولة داخل المستشفى طبيعتي الحمد لله شوف لما تشوف انت زي هيك وانت مداوم وتشوف الحلاوة هاي الكويسة والشغلات هاي اللي زي هيك بلا ما بتنبسط وبتكيف والله بتنبسط وبتكيف وبعدين بتروح على الشجرات اللي من هون هيك شوف يعني كل هذا استمرار هذا بالمستشفى يا اخوان بالمستشفى ترى انا ماني رايح لا على غابة ولا اشي شوف هذا بالمستشفى سبحان الله شايف شلون شوف كيف الوضع انت شوف ها شايف شوف سبحان الله شوف يا سلام يا بيي بتاكل لازم اطلع معاهم شوف ها اني لازم اطلع معاهم لازم شوف يا شاء الله اذا مشوها إذن والله سبحان الله يا أخوان أنا ما بقدر أقاوم بصير أحكي واحد كتب لي بالتعليقات أخ كريم كتب لي أنت بالع راديو وأنا بقول له والله أنك صادق أنا بالع راديو لما أشوف شغلة زي هيك ببلع راديو أقول لك ما هو أنا الراديو نفسه نكمل لهناك شوف ها يعني شو أساوي أنا بالله أني شو أساوي؟ وضعك السنجاب هناك هذاك هو إذا مبين عليكم شايف؟ خلي مش فاضي لك السنجاب شوف سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء يا جماعة لا تلوموني أني لا تلوموني بكثرة الحكي لا تلوموني يعني أني أطالبكم جميعا أنكم ما تلوموني وخذوني على قد عقلي خذوني على قد عقلي والله إشي بشرح النفس وبسر الخاطر إشي بشرح النفس وبسر الخاطر لا تقول لي ولا أقول لك يعني والله أنا إذا قدام هالمناظر الحلوة هاي من صنع رب العالمين وخلق رب العالمين ما بدي أقعد أثرثر وأنفعل وأثير الإعجاب وأخليك أنت تحس بالقيمة هاي الجمالية اللي موجودة أنا شو بدي أكون معناته أنا مش شاعر أصلا يعني شو استفدت أني شاعر ومش قادر أقدر الجمال مظبوط ولا لا؟ ما شاء الله يزن شوف يعني خليني أقرب لك كمان هون شوف فضوت شوف شوف يا معلم شوف كيف الوضع اللي متكتك بس هذوضة ملفتات هذوضة غير يا أخوان هذوضة شوف يا سلام ما شاء الله إنه الزهر الحنون خلي الموظفين كلهم يشوفوني خليهم يجي يتفرج ويشوف اللايك في ناس ما بتقدرش الجمال هذا وظلها ماشي من عنده ورايحة عادي أنا لا بتوقف عند الجمال وبقعد أحكي مش بأصمت بقعد أحكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته